عملية الاكس راي برودكشن بتحصل داخل الاكس راي تيوب. الاكس راي تيوب بيبقى فيها كاثود بيعمل جنريشن للالكترونز، بيحصل لها اكسلريشن عشان تخبط في التارجت، والتارجت ده بيبقى معمول من ماتيريال زي التنجستين كده، بتبقى من اللي بنسميها المعادن الثقيله. المعادن الثقيله بيبقى الارقام الذريه بتاعتها بتبقى كبيره زي ما احنا شايفين كده، بيبقى في عدد كبير من الشيلز من المدارات بتاعت الالكترونات الموجوده في الذره، وبالتالي بيبقى فرص الانتر اكشن بتوين الالكترون اللي جاي من الكاثود بيخبط في التارجت مع التارجت نفسه بتبقى عاليه. بيبقى في عندنا نوعين من الانتر اكشنز بيحصلوا. النوع الاولاني اللي هو الاهم بنسميه البريمس شترالونج اكس راي. البريمس شترالونج اكس راي الحقيقه هو اهم انتر اكشن بيحصل عندنا، وهو ده اللي يعني بيدينا الاكس راي سبيكتروم اللي هو اللي يهمنا. البريمس شترالونج معناها ديسيليريشن اوف الكترونز. ديسيليريشن معناها ان احنا دلوقتي الالكترون اللي جاي لنا من الكاثود لما بيخبط في الذره نفسها بيحصل له تباطؤ، يعني سرعته بتقل علشان يعني بيتفاعل مع المجال بتاع الذرات بتاع الالكترونات الموجوده عندنا داخل الذره، وبالتالي سرعته بتقل، وسرعته بتقل طبعا واتجاهه بيتغير. وبالتالي بنتكلم على فارق الانرجي من الديسيليريشن ده بيطلع عندنا في شكل اكس راي فوتون بنسميه لو انرجي بريم شترالونج اكس راي لما يكون في حاله ان الديسيليريشن ده قليل. لو حصل الديسيليريشن ده كان كبير وحصل تغير كبير في اتجاه الالكترون بروجكتايل الالكترون بيطلع لنا هاي انرجي بريم شترالونج اكس راي. طبعا احنا عندنا عدد كبير جدا من الالكترونات بتخبط في التارجت، وبالتالي بيطلع عندنا براكتيكالي كونتينوس سبيكتروم في كل الاحتمالات الممكنه. في عندنا ممكن البروجكتال الكترون يفقد حاجه قليله جدا قرب الصفر من الانرجي بتاعته، وممكن يفقد الانرجي بتاعته كلها. بيطلع عندنا السبيكتروم اللي هو بنسميه البريمس شترالونج اكس راي سبيكتروم دوت، بياخد كل القيم، وطبعا بيبقى عنده بيك معينه بتبقى لها مكان معين، بتبقى غالبا في وسط السبيكتروم، يعني في وسط السبيكتروم مش في اوله ومش في اخره. وده بيعتمد طبعا على شكل السبيكتروم، بيعتمد على نوع الماتيريال نفسها. لو احنا عندنا مثلا تنجستين بيطلع شكله عامل كده، لو عندنا مولبدينم بيطلع شكله عامل كده، وطبعا واضح ان في فرق هنا في اعداد الفوتونز اللي بتطلع من انواع مختلفه من التارجتس. نوع الانتر اكشن تاني هو بنسميه الكاركترستيك راديشن. الكاركترستيك راديشن ده بيحصل فيه ان الالكترون اللي جاي دوت بيخلي واحد من الالكترونات اللي موجوده في المدارات الداخليه في ذره التارجت يخرج من مكانه ويسيب الذره خالص، وبالتالي بيتم تعويضه من احد الالكترونات اللي موجوده في المدارات الخارجيه. الفرق في الانرجي بين الاثنين في عمليه التعويض دي بيخرج ككاركترستيك اكس راي. احنا بنسميه كاركترستيك عشان هو بيعتمد على نوع ذره التارجت، يعني كل ذره بيبقى لها فروقات محدده بين المدارات بتاعتها، وده طبعا بيبقى يعني بيبقى كل واحده بيبقى لها يونيك سبيكتروم مختلف عن الاخرى. وبالتالي بيطلع عندنا هنا مثلا بالنسبه للمولبدينم هنلاقي ان السبيكتروم لاين سبيكتروم هنا موجود عند 19 كيلو الكترون فولت، عند التنجستين بنلاقيه عند 69 كيلو الكترون فولت. وممكن عندنا كمان يحصل مالتيبل انتر اكشنز عشان نعوض الالكترون اللي طلع دوت عن طريق عدد من المدارات مش مدار واحد، وبالتالي ممكن يطلع لنا كذا كاركترستيك اكس راي راديشن. وده طبعا يعني اللي يهمنا طبعا هو اللي موجود عندنا في الرينج بتاع التصوير اللي هو من حوالي من 20 لغايه 120 كيلو الكترون فولت تقريبا يعني. Practically الكاركترستيك اكس راي راديشن ده عباره عن لاين سبيكتروم، يعني موجود في انرجي محدده جدا واحده بس. ده براكتيكالي ملوش اي قيمه بالنسبه للتصوير، هو يفيدنا بس علشان لو احنا عايزين نحلل الاكس راي نعرف التارجت ماتيريال نفسها نوعها ايه. انما اللي يهمنا في الاساس هو البريمس شترالونج اكس راي اللي هو ده اللي بيدينا الانف فوتونز عشان يقدر يجنريت الصوره. فباختصار نقدر نقول على الاكس راي برودكشن بيبقى في عندنا عمليه البريم شترالونج بتبقى بيحصل فيها الاكس راي بيبقى بروديوس وين ا بروجكتايل الكترون از سلود باي ذا نيوكليير فيلد اوف ذا تارجت اتوم نيوكليس. يعني بمعنى احنا بنتكلم على الفيلد بتاع الداخلي اللي هو داخل الذره بتاعه التارجت بيعمل سلوينج داون او بيعمل ديسيليريشن للبروجكتايل الكترون، وبالتالي ده بينشا عنه خروج لفوتون بيساوي الانرجي اللي يعني فقدت من الكينيتيك انرجي بتاعه البروجكتايل الكترون. ففي الدايجنوستيك رينج الموست اكس رايز ار بريم شترالونج اكس رايز. يعني احنا في الدايجنوستيك رينج اللي يهمنا
هو بيسكلي البرنت سترانج اكس رايز، هو ده اللي احنا بنستعمله براكتيكالي في التصوير. النوع الاخر هو الكاركترستيك اكس رايز. الكاركترستيك اكس رايز ار اميتد وين ان اوتر شيل الكترون فيلز ان انر شيل فويد. يعني بيسكلي احنا بنتكلم على ان احنا يعني البروجكتايل الكترون خلى احد الالكترونز الموجوده عندنا في انر شيل يعني يفقد من مكانه، وبالتالي بيتم تعويضه من اوتر شيل الكترون. وبيسكلي التعويض دوت بينشا عنه خروج فوتون عشان فرق الانرجي بتوين الديفرنت يعني شيلز دي بتساوي كام، وبالتالي بيبقى كاركترستيك للماتيريال نفسها اللي مصنوع منها التارجت. Practically only the key characteristic X-rays of tungsten are useful for imaging. Useful مش معناه ان احنا بنصور بيها هي بس، لا هي موجودة عندنا في الرينج بتاع التصوير، انما practically هي موجودة او مش موجودة practically ما بتفرقش معنا في حاجة في التصوير. احد الحاجات اللي لازم نحطها في اعتبارنا بشكل كبير هي ان 99% من كينيتيك انرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز بتفقد في شكل حرارة مش بتفقد في شكل اكس رايز. يعني بمعنى الانتراكشنز اللي بتحصل بيبقى 1% بس هو اللي بينشأ عنها تحول الانرجي بتاعت الكينيتيك انرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز دي لاكس رايز، الباقي بيتحول لحرارة داخل التارجت. عشان كده بعد كده لما نيجي نتكلم على تصنيع التيوب بتاعت الاكس راي هنتكلم على نوع التارجت نفسه، ان هو لازم يتحمل درجات حرارة عالية، ولازم يبقى في عندنا طرق علشان نخلي الهيت ديسيبيشن او فقد الحرارة اللي بتنشأ عن الانتراكشن دوت، لازم يكون في عندنا طرق عشان نتخلص منها علشان يفضل عندنا الاكس راي تيوب ما يحصلهاش دامج. شكل البريمشترالونج اكس راي سبيكتروم زي ما احنا كنا اتكلمنا عليه دلوقتي هو شكله حاجه بالشكل ده كده، شكلها كونتينيوس. الشكل دوت ما هوش ثابت، الشكل ده بيعتمد على عوامل كتيره جدا، شكله الشكل نفسه بتاع الكيرف دوت، شكل البيك نفسها فين، وشكله هو فين من ناحيه علاقته بالانرجي اكسس بيعتمد على عوامل كتيره جدا. بداية الانرجي او البيسك لو احنا بنتكلم على الماكسيمم بتاع الكيرف دوت او هو نفسه يعني اذا اتحرك ناحية اليمين هنا كده معناه ان هو بيكفر يعني رينج اوف انرجيز اكبر، فكده بنسميه ان الكواليتي بتاعته بقت اعلى. الكواليتي عامة في الاكس راي بيم بنتكلم عليها ان هي البنتريشن باور، كل ما كان الانرجي بتاعت الاكس راي بيم كانت اكتر كل ما كان يقدر ان هو يعمل بنتريشن لمسافات اكبر داخل البيشنت او داخل الحاجه اللي احنا بنصورها عموما. فبالتالي بنتكلم على الكواليتي بتعتمد على البوزيشن بتاع الكيرف دوت على الانرجي اكسس، كل ما كان ناحيه اليمين كل ما كان بنعتبر ان الكواليتي بتاعته اعلى. الحاجه الثانيه هي الكوانتيتي. الكوانتيتي هي عباره عن التوتال نمبر اوف اكس راي فوتونز اللي بتستعمل، دي بتبقى في الاخر كورسبوندنج زي الانتنسي بتاعه الاضاءه كده مثلا، يعني كل ما كان عندنا اضاءه اقوى كل ما عندنا عدد فوتونز اكتر. احنا بنتكلم هنا في الاكس رايز عندنا عدد الاكس راي فوتونز هو اللي بيدينا الانتنسي بتاعه الصوره بتطلع عامله ازاي. الانتنسي بتعتمد بيسكلي على انتجريشن او الاري اندر ذا كيرف اوف الايه السبيكتروم بريمشترالونج اكس راي سبيكتروم. فبيسكلي كل ما الكيرف ده كل ما كان اعلى كل ما كان الانتجريشن او عدد الفوتونز بتاعت الاكس راي اللي هي بتبقى موجوده فيه بتبقى اكبر، وبالتالي طبعا بيدينا انتنسيتي للتصوير بتبقى اعلى. في عندنا عوامل كتيره هي بتعمل الكلام ده، يعني بتاثر في الاثنين زي التيوب كارنت زي التيوب فولتج زي لو احنا عملنا ادد فلتريشن زي نوع التارجت ماتيريال زي الوولد فولتج ويف فورم اللي بنستعملها علشان نعمل بيها جنريشن الاكس رايز. وطبعا كل واحده من الحاجات دي الحقيقه لها تاثير في الكوانتيتي وفي الكواليتي. يعني على سبيل المثال بنتكلم مثلا على الكرنت، لو احنا بنتكلم على التيوب كرنت بنتكلم ان هو بيزود الكوانتيتي ما بيغيرش في الكواليتي، الفولتج بيخلي الكوانتيتي والكواليتي بيعلو، الفلتريشن بيعمل ديكريز الكوانتيتي وبينكريز الكواليتي، التارجت يعني ماتيريال كل طبعا ما زودنا الاتوميك نمبر بتاعها كل ما حصل انكريز ان كوانتيتي اند كواليتي. بنتكلم على الفولتج نفسه اللي احنا بنحطه، طبعا هنتكلم على الكلام التفاصيل في الاكس راي سيستم نفسه شكله بيتعمل ازاي، بيعمل ديكريز الكوانتيتي والكواليتي، كل ما كان عندنا ريبلز اكتر كل ما عندنا الكوانتيتي والكواليتي بيبقى اقل. هنتكلم على كل واحدة من الفاكتورز دي بالتفاصيل. أول فاكتور هو الإفكت بتاع الملي أمبير والملي أمبير سكند.
الملي امبير هو تيوب كارنت. الملي امبير سكند هو احنا بنحط التيوب كارنت ده لمده قد ايه في الوقت، يعني بنضرب التيوب كارنت تايمز الوقت. طبعا احنا بنتكلم كل ما حصل ان احنا خلينا الاكسبوجر بتاع الاكس راي مدته اطول، كل ما كان عدد الاكس راي فوتونز اللي طلعت كل ما كانت اكتر، وبالتالي طبعا نتوقع ان احنا لما بنعمل انكريز، لما بنغير الملي امبير او بنغير الملي امبير سكند، بيحصل بروبورشنال تشينج ان ذا امبليتيود اوف اكس راي ايميشن سبيكتروم ات اول انرجيز. يعني بدل ما كان هنا كده بنضرب ده فاكتور بيبقى يعني مضروب في 2 مثلا، لو احنا عملنا دبلنج مثلا للملي امبير زي ما احنا موجود عندنا هنا كده. اوكي، فبالتالي بنتوقع من حاجه زي كده ان التوتال نمبر اوف اكس راي فوتونز اللي عند الكرنت الاكبر هتبقى يعني اكبر من الفوتونز الموجود عند الكرنت الاقل. وبالتالي بنقول ان احنا عندنا الايفكت بتاع الملي امبير او الملي امبير سكند، ان احنا بنزود عدد الفوتونز بشكل طردي. اوكي، وممكن نزود الملي امبير سكند، يا اما نزود الملي امبير يا اما نزود السكند. يعني ممكن يبقى عندنا 200 ملي امبير، لو عندنا الكيرف دوت لو بصينا عليه ال 200 ملي امبير لو احنا ضربناها بدل يخلينا 200 ملي امبير زي ما هي، بس الوقت بقى اكتر، بقى عندنا بدل ما كان الوقت مثلا حاجة معينة بقى ضعف الوقت، هيطلع لنا نفس الزيادة اللي حصلت لنا من احنا زودنا الملي امبير بس. فاحنا نزود الملي امبير او السكند، اي واحدة فيهم هتزود لنا التوتال نمبر اوف الكترونز او الكوانتيتي بتاعت الاكس رايز. الفاكتور التاني اللي بيأثر عندنا في شكل السبكترم بتاع الاكس رايز هو الكيلو فولت بيك. كيلو فولت بيك هو عبارة عن الفولتج اللي بتوين الكاثود والتارجت، وده اللي بيحدد لنا الانرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز. كل طبعا ما الانرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز كل ما زادت، كل ما الانتراكشن احتماليته تبقى اعلى، كل ما كان برضو الانرجي بتاعت الاكس راي طالعه ممكن يبقى الانرجي بتاعتها تبقى اكبر. يعني من الكيرفز الموجود عندنا هنا دي، يعني لقينا اكسبيرمنتالي ان احنا عندنا كل ما الانرجي زادت، كل ما الاريا اندر ذا كيرف، يعني لما بزود الكيلو فولت بيك، الاريا اندر الكيرف بتاع الكيلو فولت بيك اللي هو بتاع السبيكتروم بتزيد تقريبا المربع بتاع الفاكتور بتاع زياده الكيلو فولت بيك. يعني فرضا هنا طبعا ارقام شكلها ممكن ما تكونش واضحه قوي، لو احنا مثلا فرضا دي عندنا 50 كيلو فولت بيك، غيرناها خليناها 100 كيلو فولت بيك، كده احنا ضعفنا الكيلو فولت بيك. الاريا اندر ال 100 كيلو فولت بيك هنلاقيها اربع مرات الاريا اندر ال 50 كيلو فولت بيك. يعني بمعنى الاكس راي كوانتيتي او الاريا اندر الكيرف نفسه اللي بتحدد لنا عدد الاكس راي فوتونز بتزيد بالسكوير بتاع الفاكتور بتاع زياده الكيلو فولت بيك. الحاجه الثانيه ان احنا بيسكلي الماكسيمم انرجي بتاعتنا بيسكلي بتتغير برضو، بدل ما كان الماكسيمم هو اللي مقابل للمثلا 72 كيلو فولت بيك، لا دلوقتي بقى عندنا الاكس راي فوتونز او البروجكتايل الكترونز بقى عندها طاقه اكبر. فلما تفقد الطاقه بتاعتها كلها هتبقى اكيد في انرجي اعلى من الانرجي اللي كانت موجوده عند كيلو فولت بيك اقل، وبالتالي بيحصل عندنا هنا دلوقتي زياده في حاجتين: زياده في الكوانتيتي بمقدار مربع زياده الكيلو فولت بيك، وزياده طرديه في الكواليتي بتاعه الاكس راي سبيكتروم، علشان بيسكلي بيحصل شيفت للاكس راي سبيكتروم ناحيه اليمين، وبالتالي بيبقى في عندنا هاير انرجي يعني فوتونز اكس راي فوتونز بقت موجوده عندنا. اوكي، فبالتالي احنا بنتكلم على الكيلو فولت بيك بيغير لنا الاثنين، بيغير لنا الكوانتيتي والكواليتي. في الدايجنوستيك رينج اكشوالي هنلاقي ان احنا لو احنا عملنا 15% انكريز في الكيلو فولت بيك، احنا بيسكلي اكننا بنعمل دبلنج للملي امبير سكند. يعني ال 15% دي الحقيقه لما نشوف ان احنا يعني ممكن نغير بس الكيلو فولت بيك نعليها ب 15%، ويبقى في الاخر لما بنعمل دبلنج للملي امبير سكند احنا بيسكلي عملنا دبلنج لعدد الاكس راي فوتونز. نقدر نوصل لنفس الحاجه بان احنا نعمل الكلام ده بزياده الكيلو فولت بيك ب 15% بس. عادة في أجهزة الإكس راي بيحطوا حاجة بنسميها الفلتريشن.
احنا في عندنا مشكله في الجزء اللي هو اللور بارت بتاع السبيكتروم دوت، ان هو احنا يوسفل اليوسفل رينج بتاعنا من اول 20 25 كيلو الكترون فولت لغايه بعد كده لغايه 100 او 120 كيلو الكترون فولت، ممكن يبقى اكتر شويه كمان من كده، ممكن يبقى حتى لغايه 150، بس اللي اقل من كده بيبقى فوتونز ما تقدرش تعمل بينتريشن للجسم. يعني بمعنى ان هي بتبقى اكس راي فوتونز الانرجي بتاعتها بتبقى ضعيفه كفايه ان هي لما تدخل داخل جسم الانسان هتفقد داخله، مش هيطلع منها اي حاجه خالص. وبالتالي لو احنا عايزين نصور بيها احنا محتاجين الاكس راي تدخل جوه الجسم وتطلع بعد كده عشان نقدر ناخدها على فيلم. فبالتالي الجزء اللي تحت دوت جزء اللي هو اللور بارت ده كله ملوش اي قيمه خالص. فبيحصل ان احنا بنحط حاجه زي الومنيوم فلتر. الومنيوم فلتر ده عباره عن شيت اوف الومنيوم له ثيكنس معين، يعني مثلا ده 4 ملم الومنيوم او 2 ملم الومنيوم، حسب الثيكنس اللي احنا بنحطه دوت بيبقى بيزيكلي احنا بنعمل اتينيويشن او بنعمل ابزوربشن لللور انرجي اكس راي فوتونز دي علشان نخلي الانرجي بتاعه الاكس راي عموما تبقى كلها في الهاي رينج اللي يقدر يبقى يوسفول بالنسبه لنا داخل الجسم. طبعا احنا مش من مصلحتنا ان احنا ندخل ده داخل الجسم، لان احنا بنعرض البيشنت كده للراديشن ملوش اي قيمه في الاخر، ملوش اي قيمه تشخيصيه. احنا ما يعني بيسيكلي بنحاول نحمي البيشنت، مش بس بنصور، لو احنا صورنا من غير فلتريشن هيطلع لنا صوره وكل حاجه، بس طبعا الانرجي اللي اخذها البيشنت كده هتبقى زياده، وخاصه ان انت يعني في الوضع دوت انت مش بتستفيد منها في التصوير خالص. فهنلاقي هنا ان احنا لما بنحط ثيكنس معين، طبعا كل ما زودنا الثيكنس هنلاقي ان الاتينيويشن او الفقدان بتاع النمبر اوف اكس راي فوتونز اللي موجود عندنا في اللور بارت هنلاقيها ان هي تبقى يعني اكبر بكتير في الهاير ثيكنس. هنلاقي ان الفرق بين الاثنين في الهاي انرجي فوتونز اولموست نيجليجيبل. ففي الاخر هنلاقي ان الايفكت بتاع الفلتريشن بيعمل حاجه زي شيفت، يعني بنشوف كده اكن الافريج بتاع الكيرف دوت بدل ما كان شيفت ناحيه الشمال هنا بالنسبه ل 2 ملم الومنيوم، لما زودناه ل 4 ملم بقى الافريج انرجي بتاعت الاكس راي فوتونز هنا بقت اعلى. وبالتالي نقدر نقول ان احنا لما بنزود فلتريشن بنقلل الكوانتيتي، طبعا عشان احنا لازم هنفقد الكترونز داخل الفلتر، لازم نفقد فوتونز داخل الفلتر، انما بالنسبه للكواليتي احنا في الاخر الاكس راي بيم اللي خرج بعد الفلتر هيبقى معظمه فوتونز الانرجي بتاعتها تعتبر عاليه، وبالتالي بتبقى افضل بالنسبه للتصوير علشان يعني بيبقى كلها بيبقى لها دايجنوستيك يوتيليتي، مش بس بتفقد داخل الجسم وخلاص. وبالتالي فاحنا ريزلت اوف ادد فلتريشن از ان انكريز اوف ذا افريج انرجي اوف ذا اكس راي بيم with an accompanying reduction in the x-ray quantity. يعني بنقلل الكوانتيتي ونعلي الكوانتيتي لما بنزود الفلتر. التارجت ماتيريال برضه له اهميه كبيره حقيقه، وده طبعا بيعتمد على احنا كنا بنقول ان احنا لازم التارجت ماتيريال تبقى هيفي ميتال علشان يبقى في عندنا عدد كبير من الشيلز من الالكترون شيلز عشان تعمل انتراكشن مع البروجكتايل الكترون. كل ما احنا كان عندنا عدد من الشيلز اكتر، كل ما عندنا الكترونز اكتر، كل ما كان الانتراكشن دوت بيحصل بشكل مور افيشنت. فبنلاقي ان احنا لما زي ما احنا شايفين كده كل ما احنا بنعلى بالاتوميك نمبر زي ما احنا شايفين مثلا يعني هنا مثلا الموليبدينم بنتكلم على مثلا 42 الاتوميك نمبر، الروديوم بنتكلم على 45، بنتكلم على التنجستين بنتكلم على 74 اعلى بكتير. وبالتالي بنشوف هنا ان احنا كل ما احنا علينا الاتوميك نمبر بتاع التارجت كل ما كان الافشنسي بتاع الجنريشن بتاع الاكس راي اعلى. وبالتالي هنا عند نفس الانرجي زي ما احنا شايفين هنا نفس الانرجي بالظبط، نفس الكي في بي هو واحد، هنا بيبقى الكوانتيتي واضح انها بتزيد بشكل كبير جدا جدا مع الاتوميك نمبر بتاع التارجت ماتيريال. طبعا هنلاقي ان الجولد مثلا اللي هو اعلى من التنجستين كمان هنلاقي ان الافشنسي بتاعته اعلى كمان، بس طبعا زي ما احنا هنتكلم بعد كده على الكونستراكشن بتاع الاكس راي تيوبس هنلاقي ان التارجت ده عاده بيحصل له يعني تلف، بيحصل له يعني فقدان بعد شويه نتيجه للبومباردمنت بتاع الالكترون بروجكتايلز دي، وبالتالي مش منطقي ان احنا نحط التارجت مصنوع من الذهب. فعاده هنلاقي ان التانجس ده بيدينا الحقيقه خصائص حقيقه ممتازه جدا تسمح لنا ان احنا نقدر نستعمله ك يعني ايديال تارجت بالنسبه للاكس راي تيوبس. الحقيقه بيدينا كوانتيتي اعلى بكتير جدا من المواد الاخرى، وفي الوقت نفسه بيبقى فيه مزايا اخرى زي ما هنتكلم ان هو بيتحمل درجات حراره عاليه وان هو كمان سعره ما هواش مرتفع زي الذهب مثلا.
العامل الأخير اللي بيأثر على شكل السبيكتروم بتاع الإكس رايز هو شكل الفولتج ويف فورم. احنا بنتكلم على ان احنا بنحط بين الكاثود وبين الانود بنحط سيرتن فولتج اللي هو الكيلو فولت اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الكيلو فولت دوت ممكن يتحط بكذا شكل. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا صعب جدا ان احنا يكون عندنا يعني شكل ويف فورم تبقى كومبليتلي دي سي، يعني بتبقى ما فيهاش اي ريبلز خالص. براكتيكالي احنا بنتكلم على يا اما بنحطها حاجه زي هاف ويف ريكتيفايد سيجنال بالشكل ده كده او فول ويف، او ساعات بنتكلم على حاجه اسمها 3 بلس او 3 فيز، او بنتكلم على 6 بلس، وممكن نتكلم على 12 بلس، وممكن نتكلم على حاجه بنسميها الهاي فريكوانسي. هاي فريكوانسي جنريتورز دي بنتكلم على ان هي بتبقى اولموست زي الدي سي بس هي مش اكزاكتلي دي سي. الفرق بين الانواع المختلفه دي وبعض هي زي ما احنا شايفين هنا كده، احنا لازم ناخد في اعتبارنا ان الفولتج ويف فورم شكلها بيطلع وينزل من صفر لغايه كيلو فولت بيك، دي بيبقى فيه جزء كبير من الفولتج ويف فورم ممكن يبقى قليل جدا. لو احنا بنتكلم على البيك هنا 100,000 فولت، بنتكلم على ان الفولت الموجوده هنا القيم بتاعتها بتبقى قليله جدا، فبنلاقي ان الاكس راي جنريشن هنا بيبقى less efficient، بيبتدي يحصل ان هو يبقى more efficient كل ما يوصل ان هو يبقى قريب هنا من النص بتاع الويف فورم. فاحنا بنتكلم على ان احنا لما يكون في عندنا ريبلز بالشكل ده كده بيبقى الافيشنس بتاعت الجنريشن بتبقى اقل من الويف فورمز ما بيبقاش فيها ريبلز. يعني بمعنى كل ما كان عندنا ريبلز اكتر كده، مثلا عندنا هنا في ريبل وبعد كده في زيرو وبعد كده في ريبل هنا في زيرو، بنلاقي ان احنا عندنا الافيشنس هنا اقل بكتير جدا من هنا. هنا بيحصل عندنا جنريشن في هنا وهنا 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 وهنا، هنا بيحصل جنريشن هنا بعد كده هنا بعد كده هنا، في الجزء اللي هو الزيرو اللي هنا دوت ما بيحصلش اكس راي جنريشن. فبالتالي بنتكلم على ان احنا كل ما كان الريبلز بتاعتنا اكتر، كل ما كان الفاريشنز اكتر زي ما احنا شايفين هنا كده، كل ما كان الافيشنسي اقل بكتير. كل ما احنا علينا بالفولتج، كل ما احنا علينا بالنمبر اوف فيزز عشان تبقى قريبه جدا انها تكون حاجه اولموست متساويه زي ما احنا هنا. طبعا الايديال كيس بتبقى الهاي فريكوانسي جنريشن، بيبقى عندنا هنا الريبلز دي قليله جدا، بتبقى سريعه جدا بحيث ان احنا بناخدها في رينج ممكن يبقى اقل من 1% من الرينج بتاع الكيلو فولت بيك بتاعنا. فبيسكلي بنتكلم على الكوانتيتي والكواليتي الاثنين بيقلوا كل ما كان الريبلز بتاعتنا تبقى اكتر. يعني بمعنى ان احنا كل ما احنا عندنا هنا هاف ويف هتبقى أسوأ من الفول ويف وتبقى أسوأ من دي وأسوأ، يعني أحسن واحدة هي الهاي فريكوانسي جنريتورز بيبقى فيها الفاريشن تبقى أقل ما يمكن. في الحقيقة احنا ممكن نشوف كمان ان احنا لو بنتكلم على الهاي فريكوانسي جنريتور هاي فريكوانسي او 3 فيز او 12 بلس، بنتكلم على ان احنا لو احنا استعملنا واحدة من الأنواع دي، استعملنا هاي فريكوانسي جنريتور فور اكزامبل، هنلاقي الهاي فريكوانسي جنريتور بيبقى افكتيفلي اكننا علينا الكي في بي بمقدار 12%، او بمعنى اصح اكننا عملنا تقريبا دبلنج للملي امبير سكند عند نفس الكيلو فولت بيك. بمعنى لو احنا بصينا على شكل البريمشترالونج سبيكترا هنلاقي ان السنجل فيز حاجه شكلها كده، عند نفس الكيلو فولت بيك زي ما احنا شايفين هنا دي الكيلو فولت بيك اللي هي القيمه النهائيه بتاعت السبيكترا دي هي الكيلو فولت بيك، هنلاقي ان احنا لما بنعلى بالنمبر اوف فيزز زي ما احنا شايفين كده كل ما الافيشنسي بتاعت الجنريشن بتكون اعلى، كل ما بنوصل في الاخر ان بيبقى عندنا اولموست لو عند الهاي فريكوانسي بيبقى عندنا دبلنج للنمبر اوف اكس راي فوتونز اللي موجوده عندنا من السنجل فيز جنريتورز. فطبعا كل ما يكون عندنا فرصه ان احنا لما بنيجي نعمل بروكيورمنت او نيجي نشتري اكس راي سيستم كل ما كان نمبر اوف بلسز او النمبر اوف يعني كل ما كان النمبر اوف فيزز اللي احنا بنستعملها في الجنريشن كل ما كانت اكتر، كل ما كان ده بيبقى الافيشنسي بتاعته اعلى في التصوير. طبعا الايديال كيس بتبقى الهاي فريكوانسي جنريتورز اللي بتدينا اعلى بيرفورمانس في كل الاكس راي جنريتورز اللي موجود عندنا في الماركت دلوقتي. نلخص دلوقتي كل الفاكتورز اللي بتاثر في الاكس راي كوانتيتي اللي هي عدد الاكس راي فوتونز. لقينا الملي امبير سكند بتزود الاكس راي كوانتيتي بشكل بروبورشنال. اوكي، لما بنتكلم على الاكس راي كوانتيتي خلينا يعني الايمج ريسبتور ممكن يبقى مختلف شويه عشان بيعتمد على التكنولوجي بتاعت الايمج ريسبتور، بس هتكلم عليه الاول على الاكس راي كوانتيتي. ملي امبير سكند بتزود الكوانتيتي بشكل لينير يعني بشكل بروبورشنال، زودت مقدار 2 يبقى هنا الكوانتيتي تزيد بمقدار 2. الكي في بي بيزود بطريقه يعني كوادراتيك يعني طريقه فيها سكوير، يعني لو زودت الكي في بي للضعف الاكس راي كوانتيتي هتبقى اربع مرات.
الديستنس كل ما طبعا يعني زودت الديستنس بين الاكس راي جنريتور وبين التارجت اللي انا بصوره، طبعا كل ما بيحصل عندنا ريدكشن، ده الانفرس سكوير لو العادي ده ملوش علاقه بال ملوش علاقه بالاكس راي جنريتور نفسه. كل ما احنا زودنا الديستنس كل ما بيحصل طبعا ان نفس الاكس راي انرجي بتتوزع على مساحه اكبر، فبالتالي بيبقى عادتها في نفس المساحه في مكان اما بيكون اقل. الفلتريشن طبعا كل ما زودنا الفلتريشن كل ما كان عندنا ريدكشن في الاكس راي كوانتيتي. الامج ريسبتور بقى بيتكلم على ان احنا دلوقتي الاكس راي فوتون دوت لما هيجي يعمل صوره، هو براكتيكالي دلوقتي احنا بنتكلم على ما بقاش حد تقريبا يستعمل افلام، كل الناس بتستعمل ديجيتال امج ريسبتورز. فالامج ريسبتورز الحقيقه بتعتمد على عدد الفوتونز بشكل مختلف شويه عن الـ 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 الطريقه اللينير اللي ممكن الفيلم يعتمد عليها يعني في الحاله دي. فاحنا بنتكلم على في بعض الحاجات بتبقى هي نفس الحاجه، يعني مثلا في ملي امبير سكند بتبقى كل ما زودنا عدد الاكس راي فوتونز او كل ما الكوانتيتي اعلى كل ما كان الاكسبوجر يعني شكل الصوره اللي موجود عندنا هتبقى اثقل شويه، يعني الصوره تبقى عندنا اوضح او يعني عندنا عدد اكننا عملنا صوره مثلا باضاءه اقوى. في الكي في بي، الكي في بي الحقيقه هنا بيأثر لنا في الكوانتيتي سكوير، هنا في الامج ريسبتور بيأثر لنا to the power 5. طبعا الانتراكشن بين الاكس راي فوتونز مع الريسبتور بتعتمد مش بس على عدد الفوتونز، بتعتمد على الانرجي بتاعت الفوتون هي كام. وبالتالي لما بنعلي الانرجي بتاعت الفوتون لما بنزود الكي في بي بيتأثر لنا على الامج ريسبتور اكسبوجر بباور 5. باور 5 معناها لو انا بتكلم على ان انا عملت دبلنج للكي في بي هتزود لنا الاكس راي كوانتيتي لباربعة، هتزود لنا الاكس راي او الامج ريسبتور اكسبوجر بمقدار 32، يعني 2 تو ذا باور 5. اوكي، فدي لازم ناخدها في اعتبارنا عشان هي دي اللي براكتيكالي بنشوفها. احنا بالنسبه لنا عدد الاكس راي فوتونز ما بنشوفوش غير في الصوره نفسها، في تاثيرها في الصوره. فاحنا بنتكلم على الامج ريسبتور بيأثر لنا بشكل اضافي، مش بس يعني بيتاثر بعدد الفوتونز بس وخلاص، لا بيتاثر كمان بالانرجي بتاعتها، فبالتالي بيبقى تاثره اكبر بكتير من اللي تاثر الاكس راي كوانتيتي. طبعا بالنسبه للفلتريشن وبالنسبه للديستنس ما نقدرش ان احنا نغير طبعا بالنسبه للامج ريسبتور نفس التاثير بالنسبه للاثنين. بالنسبه للكواليتي لو اتكلمنا على نفس الفاكتورز، الملي امبير سكند ما بيأثرش على الكواليتي خالص، يعني هي مجرد بس زي ما احنا كنا بنتكلم بيضرب نفس السبيكترم بيتضرب في فاكتور، يعني الامبليتيود بتاعه بس بيتغير. وبالتالي يعني هنا بنتكلم على الكوانتيتي بتزيد بس الكواليتي تفضل زي ما هي. بالنسبه للكيلو فولت بيك، طبعا احنا بنتكلم ان احنا الاكس راي كواليتي لازم هتتغير، لازم هتزيد، لان احنا الكيلو فولت بيك ده اخر نقطه في السبيكترم ناحيه اليمين. يعني لو بنتكلم على نقطة النهاية اللي بيوصل فيها الاسبكترم يبقى صفر في الماكسيمم بتاعه في ماكسيمم انرجي، هي دي نقطة الكي في بي، يعني قيمة الكي في بي بتساوي كام. فبيسكلي طبعا كل ما زودنا الكي في بي كل ما الكواليتي بقت أعلى، كل ما الكواليتي بتاعتنا بتنكريس. بالنسبة للكوانتيتي زي ما احنا كنا بنتكلم بتنكريس بالسكوير، يعني بنفس المعدل الزيادة بتاع الكي في بي بس سكوير. طبعا الديستنس نفس الحكايه، بس الديستنس هنا ما تاثرناش على الكواليتي، يعني الفوتونز نفسها اللي بتطلع من الاكس راي تيوب لو مشيت مسافه ما بتفرقش معاها الكواليتي، يعني ما بتفرقش في الانرجي بتاعتها، ما بتفرقش معاها في حاجه، فبالتالي الكواليتي مش هتتغير. طبعا زي ما كنا بنتكلم في الانفرس سكوير لو، لانها لما بتمشي مسافه اكبر يبقى معنى كده هيحصل لها ان هي هتتوزع على مساحه اكبر، اوكي، وبالتالي بنتكلم ان هي الكوانتيتي بتاعتها بتزيد. الفلتريشن بالتاكيد اللي بيعمله زي ما احنا كنا قلنا ان هو بيغير في الكوانتيتي بيخليها طبعا تبقى اقل، بس الكواليتي بتزيد عشان الافريج انرجي اللي موجود عندنا في الفوتونز اللي طالعه بعد الفلتر بقت اعلى. الفلتر زي ما احنا كنا بنتكلم مهمته الاساسيه ان هو يشيل اللو انرجي فوتونز، فبالتالي لما بيشيل اللو انرجي فوتونز الافريج انرجي اللي موجود عندنا في السبيكترم بتبقى اعلى، وبالتالي الكواليتي بتاعت الاكس راي بيم بتبقى اعلى. احد الكونسبتس المهمه جدا في الراديولوجي هي هاو تو ديسكرايب الكواليتي بتاعت الاكس راي بيم. الكواليتي معناها زي ما احنا كنا بنتكلم هي الانرجي بتاعت الاكس راي بيم، وبالتالي بنتكلم على يعني هاو يعني فار الاكس راي بيم يقدر يبنتريت داخل الجسم. ده بيتعرف الحقيقه بكونسبت مهم جدا اسمه الهاف فاليو لاير.
الهاف فاليو لاير بيسكلي بنتكلم على ان لو احنا بنتكلم على ان الانرجي بتاعت البيم مثلا كانت او عندنا كوانتيتي بتاعت الاكس راي كانت موجوده عندنا بالشكل ده كده، هتنزل تبقى نص الفاليو دي بعد مسافه قد ايه. يعني بنتكلم هنا علاقه الاكس راي بيم يعني كوانتيتي مع الديستانس. فطبعا بيبقى عندنا اكسبوننشال ديكريز بالشكل ده كده، بيبقى عندنا طبعا علاقه اللي هي بتاعت الاتنويشن المعتاده اللي هي الانتنسيتي اللي هي اللي داخله تايمز اي تو ذا ماينس الفا في اكس. فبيسيكلي الفا دي بتبقى يعني عامل الـ يعني الاتنويشن الموجود عندنا داخل الماده. وبالتالي بنتكلم على ان احنا كل ما كان الانرجي بتاعت البيم اكبر كل ما كانت تقدر تبنتريت مسافه اكبر قبل ما تنزل الكوانتيتي بتاعتها تبقى النص. الحقيقه الناس تعرفت انها تتكلم على الدياجنوستيك اكس راي ان تيرمز اوف الهاف فاليو لايرز، يعني بنتكلم عليها اليونتس اوف مليمتر الومنيوم. يعني ايه مليمتر الومنيوم؟ يعني بنتكلم مثلا هاف فاليو لاير 3 ل 5 مليمتر الومنيوم في الدياجنوستيك اكس راي، وبنتكلم على السوفت تيشو من 3 ل 6 بالنسبه للايه، بالنسبه للسوفت تيشو. اوكي، بنتكلم على بنتكلم مثلا على الالومنيوم مثلا 3 ل 5 ملم، معناها ان هو يعني الرينج من اول 3 معناها ان بعد 3 ملم الومنيوم البيم يوصل يبقى نص الكوانتيتي اللي ابتدى بيها، او 5 معناها ان هو يوصل لنص الكوانتيتي بتاعته بعد 5 ملم. بنعمل اكسبيرمنت بالشكل ده كده، بيبقى الاكس راي تيوب بتاعتنا بتبقى بتدخل على ثيكنس معين للالومنيوم، بنحط الومنيوم ابزوربرز بنحط مثلا كل واحد فيهم بيبقى 1 ملم، ونشوف هنا نديتكت الراديشن انتنسيتي كام، يعني نعد هنا عدد الاكس راي فوتونز اللي عدت، ونشوف عندنا البيم وصل بقى نص الانتنسي الاصليه امتى. يعني نجرب من غير ما يكون في عندنا ابزوربرز خالص، ونجرب 1 ملم 2 ملم 3 4 5 وهكذا لغايه لما نشوف هيوصل امتى العدد بتاع الالكترونز او عدد الفوتونز اللي حصل لها ديتكشن يبقى النص. فاحنا بنتكلم بالنسبه للدياجنوستيك اكس راي بنتكلم على هاف فاليو لاير من 3 ل 5 ملم الومنيوم، ده المعتاد. طبعا احنا بنتكلم على الاكس رايز هي ما هياش سنجل انرجي، طبعا بيبقى في عندنا سبيكتروم، والسبيكتروم ده بيبقى فيه هاي انرجي اكس رايز وبيبقى فيه لو انرجي اكس رايز. طبعا لازم نبقى واخدين في الاعتبار ان احنا عندنا لما بنتكلم على حاجه بالشكل ده كده بنتكلم على حاجه بتبقى افريج بتاع عدد من الانرجيز. يعني بنتكلم مثلا لو احنا بنتكلم على 100 كيلو فولت كيلو الكترون فولت اكس رايز، يعني الانرجي بتاعت 100 كيلو الكترون فولت اكس رايز، بنتكلم من الاتنيويشن بتاعها بيبقى الريت بتاعه 3% بير سنتيمتر اوف سوفت تيشو. اوكي، بنتكلم على لو عندنا 10 كيلو الكترون فولت بنتكلم على 15% بير سنتيمتر. عشان كده 10 كيلو الكترون فولت تعتبر قليله جدا، لان احنا بيسك لو بنقل 15% لكل سنتي معنى كده يعني قدامنا مثلا بنتكلم على عدد قليل جدا من السنتيمترز نقدر نعملها بنتريشن عشان نقدر بعد كده ان احنا نطلع الناحيه الثانيه، يعني الفوتون تطلع الناحيه الثانيه عشان تعمل لنا صوره. فبالتالي 10 كيلو الكترون فولت ملهاش لازمه، ملهاش استعمال في التصوير الطبي. بالنسبه لي من 3 ل 5 ملم الومنيوم دي بنتكلم على ان الدياجنوستيك اكس راي بيبقى نفس يعني تقدر تعمل بنتريشن ل 3 الى 6 سنتيمترز قبل ما يحصل لها ريدكشن لنص العدد بتاع الاكس راي فوتونز الموجوده فيها. طبعا ده اكتر بكتير قوي من حاجه زي كده، يعني بمعنى ان احنا دلوقتي لو بنتكلم على 3 ل 6 سنتيمترز يعني معنى كده لو احنا بنتكلم مثلا على شخص مثلا يعني بنصور مثلا ارم ولا بنصور مثلا تشست ولا حاجه زي كده بنتكلم مثلا 30 40 سنتي يعني معنى كده يطلع لنا نسبه معقوله من الاكس راي فوتونز في الناحيه الثانيه نقدر نطلع بيها صوره الكواليتي بتاعتها تكون عاليه. فنبقى عارفين بس ان احنا عندنا الكواليتي ممكن تتعرف in units of half value layer، كل ما كان الرقم بتاع half value layers اكبر كل ما كان البنتريشن بتاع البيم ده كان اكبر كل ما كان الكواليتي بتاعته بقت اعلى.